السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في القناه. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كيف ما العاده. قبل ما نبدا ونقول لكم على الفيديو ديال نهار النهار، كنبغي نوجه تحيه للبنات كاع اللي كيسولوا فيا، كاع اللي كيخليوا لي لي ميساج ديالهم كتسولوا فيا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي بزاف ما غاديش نعاود نتعطل عليكم. ديما كنتعطل عليكم بهادو بلي فيديو، ما كنحط لكمش لي فيديو، سمحوا لي بزاف البنات. بالنسبه لاي بنت عندها شي تساؤل ولا شي اقتراح ولا مرحبا، الف 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 مرحبا. راه كاع التعاليق ديالكم البنات راني كنقراهم كاملين. الا كتلاحظوا راه اي تعليق كنقراهم كاملين. يعني اللي عندها شي سؤال ولا شي اقتراح ولا اي حاجه مرحبا على راسي وعيني. واللي اول مره كتشوفني على القناه ما ترديش، انا ساره، ضغطي على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالي. ومرحبا بكم معايا اليوم في القناه فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار غادي يكون واحد الفيديو اللي زوين بزاف واللي غادي تستافدوا منه. وبطبيعه الحال كيف ما مولفاكم في القناه يعني كل شيء طبيعي. بالنسبه للبنات اليوم الوصفه اللي غادي نحضر معاكم اللي هي مفيده بزاف 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 وطبيعيه كيف ما كنقول لكم ديما. يعني انا كنحاول ما امكن اني نجيب لكم شي حاجه اللي طبيعيه ومفيده بزاف. المهم البنات راه كل شيء معروف ان في هذا الوقت دابا كاين اللي كيسهر بزاف، عندنا كنسهروا بزاف، كنشدوا التليفونات بزاف، كنجلسوا حدا البيسيات بزاف، يعني كنديروا الارهاق بزاف. كاين اللي ممكن يعش مزيان بحكم الخدمه ديالو ولا المهم راكم عارفين اللي كاين. حتى التليفونات ديال دابا كنبقاو سهرانين معاهم حتى لاي وقت كيف ما كيبان لكم، كنبقاو مده طويله وحنا في التليفونات. المهم انا جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه ديال الهالات السوداء اللي عندنا من تحت العينين. يعني من تحت عينينا كتكون عندنا واحد الكحوليه، واحد الارق، واحد الارهاق بسبب قله النعاس، بسبب كنشوفوا بزاف في التليفون في البيسي ما كنعسوش مزيان. يعني كتكون عندنا هكا واحد الكحوليه من تحت عينينا. انا جبت لكم واحد الوصفه اللي النتيجه ديالها البنات كتبان من الاستعمال الاول، يعني غتبان لكم من الاستعمال الاول 100% وعلى تجربتي. وغادي تجربوها وغادي تخليوا لي ميساج ديالكم وغادي تشكروني. المهم بقاو معايا باش نوريكم الطريقه والوصفه شنو هي. بالنسبه البنات الوصفه ديال اليوم اللي هي سهله ومتوجده في اي بيت من البيوت، يعني موجوده وطبيعيه كيف ما قلت لكم، ما غاديش تحتاجوا مكون واحد لا غير. مكون واحد اللي غادي تحتاجوه هو الخيار كيف ما كيبان لكم. ها هو معايا الخيار. كتاخذوا البنات الخيار يعني الحجم اللي بغيتو نتوما. يعني انا هنا اختاريت هذا صغير، يعني بامكانكم تختاروا الكميه اللي بغيتو وتختاروا الشكل اللي بغيتو ديال الخيار، يعني اللي كان متواجد عندكم، حيت كاين هذا الصغير وكاين الكبير، يعني اللي عندكم ماشي مشكل، راه نفس الفوائد في الخيار كامل. المهم البنات كيف ما قلت لكم مكون واحد، ولكن النتيجه ديالو راها واعره واعره بزاف البنات وغادي تشكروني. وراها كتبان من الاستعمال الاول كيف ما قلت لكم، بالحكم اننا ما كنعسوش والارق وبزاف ديال الحوايج، كتكون عندنا واحد الكحوليه هكا من تحت عينينا البنات. راها والله العظيم الى من الاستعمال الاول ما كيبقاش عندكم ديك الكحوليه وكيوليو عينيكم غزالين بزاف. المهم دوز ما نطولش عليكم بلا 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 بلا، غندوزو نعطيكم الطريقه باش غادي تصايبوا هاد الوصفه. بالنسبه للبنات الوصفه كيف ما قلت لكم غنحتاجوا الخيار، غناخذوا هكا الخيار، غادي نحاول نحيد له هاد الجوانب، وغادي ناخذوا الحكاكه، الحكاكه اللي كنفرموا بها البصله ولا مطيشه ولا يعني الحكاكه كنتسنى راه باينه راه تكون واضحه. كنحاولوا نحكوا البنات من هاد الجهه الرقيقه هذه، كنتمنى تكون واضحه لكم. كنصايبوا نحكوها بهادي على الطريقه هادي، بهذه الطريقه البنات بحال هكا كنحكوا هاد الحكاكه الرقيقه البنات
باش يطلق لينا ديك الماء ديالو. الفوائد ديالو ما نقول لكمش البنات، راه مفيد بزاف للبشره ديالنا. المهم البنات غادي نستمر انا في الحكان ديال الخيار ومن بعد نرجع معاكم. هانتوما البنات من بعد ما حكيت ديك الخيار ديالي كامل كيف ما كتشوفوا هكا حكيتو رقيق تطلق ديك الماء ديالو. بطبيعه الحال البنات راني نسيت ما قلت لكمش كتكونوا غاسلين الخيار مزيان، حاولوا البنات تغسلوه مزيان وديروا له واحد النقيطه ديال الخل وتخليوه في واحد شويه شي جوج دقائق هكاك، ومن بعد تشلوه عاد تستعملوه باش كيتحيد منه كاع ديك التراب اللي كيكون فيه، ولا كانوا فيه شي مواد حافظه ولا شي حاجه كلشي كيتحيد منه. صافي البنات هنايا راني حكيتو كيف ما كيبان لكم كيولي على هذا الشكل، كتحاولوا تحكوه انه رقيق باش يطلق الماء ديالو. ودابا غادي ندوز نوريكم الطريقه. كناخذوا البنات هنايا واحد الزليفه وكناخذوا ديك الليبه اللي كت ها هي اللي كتكون هكا رقيقه باش كتصفى لينا. بطبيعه الحال كتكون جديده البنات، يعني حاولوا انكم تاخذوا هكا تكون عندك جديده يعني ما عمرك لبستيها، يعني هي بحال هكا حيت راكم عارفين تكون نقيه. وصافي غادي ندوز باش نصفيها. دابا كما كتشوفوا البنات انا درتها هكا على هذه التليفه باش غادي نصفيها. غنبقى نحط ندير ديك الكميه ديالي باش نصفيها بحال هكا. هانتوما البنات ودابا غادي نبدا هكا بحال اللي كنعصرها باش كنصفيها مزيان. هانتوما كيف ما كيبان لكم راه كيخرج ديك الماء ديالها، الماء ديال الخيار بحال هكا البنات. غنستمر بهذه الطريقه هذه. هانتوما كيف ما كيبان لكم ها هو الماء. غنستمر انا تنسالي الكميات ديالي ونرجع معكم البنات. هانتوما البنات ها هو من بعد ما صفيتو كيف ما كيبان لكم ها هو كيجي على هذا الشكل هذا، ها كيكون غير بحال الماء. ما نقولش لكم البنات الريحه اللي طالعه منه شحال زوينه، يعني بحال اللي خديتو غير الماء ديال الخيار. ونسيت البنات ما قلت لكمش ضروري الخيار تحكوه بالقشور ديالو، بالقشور ديالو لحقاش الفوائد راهم في القشور ديالو، يعني ما تقشروش الخيار وعاد تحكوه. غسلوه كيف ما قلت لكم مزيان باش يتحيد منه ديك التراب كاع اللي فيه، ومن بعد البنات حكوه بالقشور ديالو باش كيطلق. هانتوما كيف ما كيبان لكم هنا كيطلق ديك الخضوريه ديالو زوينه. المهم البنات هذه هي الوصفه. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها كيفاش غادي تستعملوها، وغنعطيكم حتى الطريقه ديال الاحتفاظ بها، يعني الا درتوها هكا كميه كبيره ممكن انكم تحتفظوا بها وكيبقى لكم مزيان، يعني ما فيه حتى شي مشكل. بالنسبه للبنات للطريقه ديال الاستعمال كناخذوا هذا كوتون ديسك القطن ديالنا بحال هكا، هادو هاد القطن هذا الدائري كيقولوا له كوتون ديسك بحال هكا. وكناخذوا هنا البنات الكميه اللي يعني حنا اللي باغيين، يعني اللي غادي تقدنا بحال كنا غندير واحد جوج معالق هنايا
غير باش غنوريكم. كناخدو هاد القطينات هكا بحال هكا، ديرو هكا جوج قطينات يعني ديال على حساب تما باش نديروهم لعينينا بحال هكا. البنات كنخليوها تشرب ديك الخيار ديالنا بحال هكا صافي. البنات كيف ما كيبان لكم راها يعني هنايا شربت كميه كبيره ديال الماء ديال الخيار. وكنحطوهم هكا على عينينا لمده ديال ما بين ربع ساعه يعني 20 دقيقه حتى 30 دقيقه يعني ماشي مشكل، ما تخافوش منها يعني راه باش كتاخذ الوقت ديالها باش تمتصوا الجلد ديالنا. ومن الاحسن البنات يكون وجهكم مغسول يعني باش تكونوا المسامات مفتوحين، يعني خص الوجه ديالنا يكونش ما يكونش زعما هكا يعني يكون مهم مغسول وصافي، يعني يكون مغسول غسلوه من قبل. وغديروها كيف ما قلت لكم ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه فوق عينينا، وراه النتيجه قلت لكم البنات كتبان من الاستعمال الاول والله البنات. ودابا تخليوا لي كومونتير ودابا تجربوها وتشوفوا من الاستعمال الاول كيبان. كيف ما قلت لكم كنديروا هكا كوتون ديسك كنديروه على عينينا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ به ممكن البنات انكم تحتفظوا به حتى لمده 3 ايام حتى لاربع ايام في الثلاجه ما كيوقع له حتى شي حاجه، بشرط انه يكون في قنينه زجاجيه عفوا يعني ويكون مسدود مزيان وديريه في الثلاجه. انا غنوريكم القنينه اللي غندير فيها. انا غندير في هذه وغادي نسدها مزيان، المهم غادي نديرها ونرجع معكم. ها نتوما البنات راني درتها في القنينه يعني عطاتني واحد الكميه يعني وفيره يعني راه كيدير لك بزاف. يعني البنات غادي تحتفظوا بها تسدوا عليها مزيان وغادي تحتفظوا بها في الثلاجه لمده 3 ايام ولا 4 ايام ماكسيموم 4 ايام ولا، وتبقاو تستعملوها يوميا يوميا على عينيكم وما تخافوا من حتى شي حاجه ما عندها فاش تضركم. كيف ما قلت لكم انها الوصفه طبيعيه وما فيها لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. ونتمنى البنات انها الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليو لي التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وخليو لي لايك بطبيعه الحال. بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم فيدوهم علاش لا، يعني وصفه طبيعيه وزوينه بزاف ومجربه وغادي تعجبكم كيف ما قلت لكم. يلا البنات بسلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله، راه كنبغيكم بزاف.